أقول لك أخي وأنت في غياهب أما وراء، أقول لك بأن في هذه الهيئة وفي هذا الوطن ناس كثر يؤمنون بما آمنت به، ولم تكن جزيرة معزولة ولم تكن بمفردك، والحضور اليوم والآن خير دليل على ذلك. وعبد العزيز كان دائما هو عبد العزيز الإنسان الخلوق المحترم لإخلاعية التدريس والصحافة والدفاع عن حق الإنسان والمحاماة، مع ما تتطلبه هذه المهمة من جهود، ومقتنعا بأهمية دوره في محاربة الفساد. تم انتخابه لهذا المنصب الذي تطلب منه التنسيق العام لمختلف محاور اهتمامات الجمعية. دونك هذه المناسبة كنعتبرها مناسبة جد قيمة، لأنها اعتراف في الحقيقة بواحد المناضل حقوقي رحل عنا لكنه ما زال حاضرا معنا بكل إنتاجاته، بنضالاته، بمواقفه ومبادئه وصموده وأفكاره، وبدفاعه عن الحريات والحقوق التي وافته المنية وهو يتحدث عنها في منصة دو فويس. أنا من هذا المنبر كنقول في الحقيقة بأنه حتى لا تموت ذكراه وحتى يبقى دائما بين ظهرانينا بأفكاره وإنتاجاته، وحتى يستفيد الأجيال اللاحقين، نحن في عدالة وبمعية مجموعة من الأصدقاء سنشرع في تأسيس مرصد عبد العزيز النويدي للحقوق والحريات. إذن عبد العزيز النويدي الإنسان، الإنسان أولا وأخيرا، فعدنا فيه مناضلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مناضلا من أجل مغربين آخر، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال. كان صديقي وعزيزي عبد العزيز النويدي دائم الحضور في جميع المحطات النضالية للشعب المغربي، وبصم تاريخ المغرب بدوره في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب المغربي، وكان طبعا، وهذا ما هو ما فيه جميل جدا، هو أنه كان منفتحا على جميع تعبيرات المجتمع المغربي، كان يدافع عن الإسلامي واليساري، عن المواطن العادي وعن جميع، وهذا ما جعل منه بالفعل إنسانا له دوره وله فعله في المشهد الحقوقي المغربي. وكذلك وهذا مهم جدا، كان يلعب دورا كبيرا حتى من المواقع التي احتلها، أي المواقع الحكومية، لما كان مستشارا قانونيا للراحل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، فقد لعب من ذلك الموقع دورا في استمرار تقديم خدمات مهمة للمناضلين والمناضلات بإيجاد حلول لمشاكلهم من خلال عدد من المبادرات، وأذكر له مثلا في ملف الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم ضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كيف حرر مذكرات لتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية. ولم يكن هذا تعامله فقط مع النخبة، هو كان كذلك له علاقة حميمية ويومية بأبناء حيه، أبناء الحي المحمدي. وأنا لما كنت أدير جمعية عدالة كنت أشتغل بها مديرا تنفيذيا، كنت ألاحظ هذه العلاقة الحميمية مع أفراد، سواء أفراد أسرته أو كذلك مع أبناء حيه الذين كانوا يأتون عنده، وكان يستقبلهم دائما، لم يعبر يوما عن انزعاج، كان يستقبلهم بفرحة. عبد العزيز كذلك رجل المرح مرح، أنا سأعود عليه في الشهادة نكات بامتياز، وهو يحكي لك النكتة ويضحك عليها أكثر مما ستضحك أنت نكتته، وبقوة هذه الشخصية تعلمنا منه الكثير. حضرنا في الذكرى الأربعينية لرحيل رجل استثنائي فقده الشعب المغربي وفقدته الساحات كلها، ساحة النضال من أجل الحرية ومن أجل حقوق الإنسان
ومن أجل الديمقراطية ومن أجل دولة المؤسسات. كان الرجل رجلا، كان الرجل فارسا من موقع الطليعة في كل الكفاحات، ضد الاستبداد وضد الفساد وضد استغلال النفوذ، وكان مناضلا من أجل تحرر الشعب المغربي، وكان رجلا ودودا، وكان جدريا ومعتدلا في نفس الآن، كان حازما وكان متفتحا، وكان ما أحوجنا إليه لا سيما في هذه الظرفية التي تتميز بالانحباس، لأنه كان رجل تجاوز هذه الانحباسات، وكان صديقا وكان حلو المعشر، وقضينا معه سنوات من النضال وفي الشبيبة الاتحادية في الإعلام الحزبي لما كنا في الاتحاد الاشتراكي، وفي جريدة النشرة لما ضاقت بنا السبل واضطررنا لتأسيس منبر موازي، فكان دائما حاضرا بمقالاته وبتكويناته في إطار أوراش الشبيبة الاتحادية، وكان ضيفا عند كل التيارات الفكرية، الإسلاميين المعتدلين والراديكاليين واليساريين المعتدلين والراديكاليين. كان رجلا جامعا، كان فيديغاتور حقيقة، وكان رحيله مفاجئا وكان خسارة كبرى. عزاؤنا فيه ما تركه من أثار وما كونه من طلاب ومن شباب من موقعه الجامعي كأستاذ للقانون الدستوري. لوقوفه في القاعة رقم 7 لمحكمة الاستئناف في دار البيضاء إلى جانب معتقلي حراك الريف، يكفينا نحن كعائلة معتقلي حراك الريف، يكفينا فخرا أنه كان يتواجد دائما إلى جانب النقيب عبد الرحيم الجامعي في المحكمة، وكل ما جاء أقوله كليل في حقه. فضلا عن ذلك، الشغيل النويدي عضوية الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء، ورفض إلى جانب آخرين تلقي أي تعويض مادي عن مهمته، كما شغل كذلك منصب الكاتب العام لمنظمة ترانسبرنسي المغرب.